هاي إذا كنت بدك تسافر على الأماكن اللي فيها كتير كورونا بدك تنتبه على كم شغلة. أول شيء إذا ما في داعي وضرورة تسافر ما تسافر، بس إذا ضرورة تسافر بدك تحمي حالك مثل العادة. أهم شغلة غسيل الإيدين إن كان بالمي والصابون أو بالهاند سانيتايزرز، ما ندق إيدينا بتمنا ومنخارنا وعيوننا، وما نكون بأماكن فيها عجقة كتير، ونبتعد كمان عن الحيوانات الميتة والحية، وكمان ننظف محل ما بدنا ناكل او الاماكن اللي نحن بنبقى فيها بعده مرات باي انتيسبتيك لحتى نخفف انتقال العدوى.